إلى أي مدى تتأثر تشاد يا سيد علي بالقتال في دارفور، أم ربما تؤثر تشاد في القتال في دارفور؟ أخي الكريم، أهلا وسهلا بك، أهلا وأهلا بك، وسهلا بضيوف هذه القناة. أهلا بك. أن الصراع الذي يجري في السودان له آثار سلبية على دول الجوار على وجه العموم، نعم وتشاد على وجه الخصوص. إن تشاد تأثرت تأثيرا كبيرا بما يجري في السودان من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأمنية أيضا. طيب أولا من الناحية الاقتصادية، أخي كما تعرف إن تشاد تستورد من السودان السكر والقمح، وكذلك تستورد الأرز والمكرونة وما أشبه ذلك من هذه المواد التي تأتي من السودان مباشرة عن طريق بورسودان. نعم فعندما اندلعت هذه الحرب، هذه المواد الغذائية توقفت تماما طيب، أن تأتي إلى لا تشاد. أحتاج إلى ثم المقاطعة ثانيا، هنا، أحتاج إلى المقاطعة سيد علي، يعني هنا الآن نتحدث عن نعم آثار هذا القتال، عن تبعات هذا القتال، أنا أحدثك عن أيوه اشتعال القتال. هل كون تشاد على الحدود مع دارفور نعم وكون هناك تداخل ثقافي ومجتمعي على الحدود، على تلك الحدود، هذا الأمر سيؤدي إلى تهدئة الوضع في دارفور أم إلى اشتعاله، أم لا قدر الله امتداده ربما إلى داخل شرق تشاد؟ هذا هو سؤال. ما أنا أيضا لم أخرج عن السؤال، أنا أيضا أجيب في نفسي في صلب السؤال، لأن طيب امتدادا لما قاله ضيفك قبل قليل، نعم ضيفك قبل قليل قال إن السودان لها ارتباط وتشابك قبلي مع دول الجوار، لكن طيب أقول له وأقول للمشاهدين إن الارتباط القبلي اللي موجود بين تشاد وبين السودان لا يوجد في أي دولة إفريقية، لأن هناك أكثر من 30 قبيلة، 30 قبيلة جزءها في السودان والجزء الآخر في تشاد. وعندما اندلعت هذه الحرب، الجزء الموجود في السودان لجأ إلى أبناء عمومته في تشاد، وعندما يلجأ جزء كبير جدا من القبائل اللي موجودة في السودان إلى دولة تشاد، أكيد هناك يكون له آثار اقتصادية على الشعوب، على الشعب التشادي بصفة عامة. طيب أنك تعرف حتى الآن دخل إلى الأراضي التشادية حوالي 100,000 لاجئ من السودان، طيب إضافة إلى ذلك أن هناك في لاجئين جاءوا من السودان منذ عام 2003 حيث اندلعت الحرب في دارفور. نعم فإذا الآن في تكدس كبير جدا للسودانيين طيب الذين لجأوا إلى الأراضي هذا السودانية. هذا هذا داخل أراضي تشادية يا سيد علي. طيب اسمح لي بمنتهى الإجازة لو أمكنك وبمنتهى نعم المباشرة أيضا، يعني هل هناك تشاديون يحاربون حاليا أو يقاتلون حاليا أو يمسكون بسلاح حاليا في دارفور؟ لا أستطيع أن أثبت ذلك، ولا أستطيع في نفس الوقت أن أنفي ذلك، لأن عندما قلت لك أن هناك في قبائل مشتركة، فأكيد أبناء العموم الموجودين في السودان إذا كان أخذتهم حمية الجاهلية فممكن أن يحملوا السلاح ويدخل إلى الأراضي التشادية، فإن دخولهم إلى يدخل الأراضي السودانية أقصد، وإن دخولهم إلى الأراضي السودانية إذا كان دخلوا بهذه الطريقة لا يعتبر دخولا قانونيا ولا نعم يعتبر دخولا شرعيا، وإنما إذا كان دخلوا أفراد ودخلوا فإنهم يعتبروا اخترقوا القانون ودخلوا. فهؤلاء صحيح. لا نستطيع أن نثبت أن هناك في جماعات تشادية الآن تقاتل في الأراضي طيب السودانية، لا نستطيع أن نثبت ذلك، ولكن إذا كان هناك في أفراد أنهم أخذتهم حمية الجاهلية ودخلوا إلى الأراضي السودانية ليقاتلوا إلى جانب أبناء عمومتهم، فنقول هؤلاء اخترقوا القانون ودخلوا بطريقة أشكرك غير شرعية.